حسين قوم قوم بقى، يلا قوم يلا ننزل الشغل. شغل شغل ايه يا نعيمة؟ كفاية قوي كده، انت دلوقتي في الشهر الرابع لازم تستريحي. النبي انت رايق قوي. شهر رابع ايه؟ قوم قوم يلا، لسه بدري قوي على ما اقعد عشان الولادة. لا كفاية كفاية كده نعيمة، انت تعبانة يا نعيمة. تعبانة؟ تعبانة ده ايه؟ ده انا زي الحديد اهو. مش ممكن، اذا كنت انا نفسي تعبان. الواد قاعد يرفص في بطن كتور اللي ما خلانيش انام. مش مصدقه؟ استنى اهو سامعه، سامعه صوت الرفص بتاعه. الواد ده اكيد هيطلع لعيب كوره. طب يلا يلا ننزل بقى، بلاش كسل، يلا قوم. نعيمة فين يا نعيمة؟ مالك؟ تعبانة 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 يا حسين. نعيمة الإسعاف يا جماعة، الحقونا بالإسعاف. ليه ده يحصل؟ ليه الدنيا كل ما تدي حاجة ترجع تاخدها تاني؟ ليه؟ كفاية يا حسين، كفاية يا جدع، انت زودت العرق قوي. عشت طول عمري احلى ببيت حنين يلمني ويلم مراتي، لكن ما لميناش. وانا عشت احلى بطفل يجيني، لكن عمره ما جه. هذا عشت أحلم بحضن حنين يضمني، لكن عمره ما حضني لغاية ما جت نعيمة. فبقى عندي بيت وحضن ودنيا، ولأول مرة لأول مرة هيجيني طفل فجأة. لقيت كل شيء بيضيع وبيفلت مني. كفاية يا حسين، الجرع بطل بقى، نعيمة هتبقى كويسة وإن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. أنا خايف يا سعيد، خايف لو حصل إن الجنين ده راح هيروح معاه أكبر حلم عشته في حياتي. يا جدع كفاية شرب ده، قوم روح حسين وأنا هجيلك الواد سيد. بص يلا قوم يا حسين، مفيش حاجة يا جدع.